بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم كيفية الفحص الأولي للتلفزيون، يعني الفحص البدائي، شلون نتأكد أن التلفزيون شغال. أول شيء قبل ما نفحص التلفزيون، هاي المكثف الرئيسي، نحاول نشوف خاب بيه شحنة كهربائية حتى ما تنتهي. نجي نخليه على لوحة الفحص السيريس. شوف هذا المصباح مال دلالة اشتغال التلفزيون. هسه راح نجي شلون نفحص الفحص الأولي. إذا المكثف عندك ضرب، يعني صارت قدحة قوية، هذا معناته بأنه أكو عطل بالمرحلة الباور. مرحلة الباور عاطلة، هاي الحالة الأولى تتأكد من عدها. الشيء الثاني هسه، إذا ما ضربت عندنا المكثف إيش راح نسوي؟ راح نشوف نقيسها. أول شيء نخلي القياس على الألف الدي سي، ونجي هذا هو القطب السالب وهذا هو القطب الموجب. نشوف القراءة مالته 299 او 310 نوبات. هذا معناته شنو؟ معناته عندنا هاي المرحلة كلها قبل المكثف هي كلها شغالة. بقت حالة اخرى، اجي اتأكد من فحص هاي المحولة الرئيسية، محولة الشوبر يسمونها، بيها مقسمة بالنص، نص دخول من ناية ونص الخروج من ناية. اذا اريد افحص الفولتيات، لاحظ اكو خطأ نوبات يصير عندنا، اخلي على البارد وافحص. هسه هذا مكثف الدايود الرئيسي مال لاين، باع يقرا عندي ايش قد 49. لاحظ البارد مال تمنين، لاحظ ايدي البارد منه. شوف نفس الفحص مالي، بس راح احول البارد من هاي الصفحه، من الصفحه الثانيه. لاحظ هذا البارد، لاحظ ايش قد صار عندي، 108 او 110 تقريبا. اذا هاي المرحله اللي بعد، اللي هذا بعد هذا الخط الاسود، لازم احول البارد مالتي من هاي الصفحه، لانه باع الفرق صار عندي حوالي 50 فولت، فهاي توقعك بمشاكل. هسه اذا 110 واصله، خلي اشوف اتاكد من عندها واصله الباور لاين لو لا. هذا باور لاين 1 2، هاي الثالثه، لاحظ ايش قد 108 110. اذا كفحص اولي هذا التلفزيون مشتغل حاليا زين، يعني وهاي الدلاله مالته. بقت عندك حاله وحده، احيانا يعطل عندنا هذا باور اللاين بسبب كهرباء، بسبب اللاين نبات باشكال. فشلون اتاكد بانه راح يموت لنا الفولتيه ال 110 او 115 يموت لنا الفولتيه؟ فشلون اتاكد بانه هو هذا الباور لاين يموت لنا الفولتيه، يعني ما يصعدها؟ شو اسوي؟ افصل هاي الرجل الوسطانيه او ارفع كل الباور مالت اللاين وافحص واصله هنا ال 110 لو لا. اذا وصلت بعد رفع باور لاين، اذا باور لاين عاطل. ودلالات عطل باور لاين، لاحظ دائما يسوي الجلوب الاحمر يلمض، هاي يعني الجلوب مالنا، بس هذا مو احمر بنفسجي، وصوت تكتكه تك تك على كيفك، تكتكه صغيره، هاي دلاله على انه عطل باور لاين. بقت عندنا وحده شغله ثانيه، اذا هاي الفولتيات كلها موجوده وهذا الجلوب بقى ما حول، مثلا اكو تلفزيونات يحول من لون من لون او ما اشتغل التلفزيون، فدلالة على عطل الابرم. الابرم دائما يصير، لاحظ هسه هاي خط البروسيسر، هذا البروسيسر الكبير وهذا الابرم باربع ارجل منه واربع ارجل منه. هسه راح افر لكم اياه حتى تشوفونه. هسه فصلت الكهرباء عنه، لاحظ هذا البروسيسر او المعالج الرئيسي وهذا هو الابرم. فاذا بقى عندك المصباح ما حول والتلفزيون ما اشتغل، هذا دلالة على عطل الابرم. احيانا انتك ايس الفيرتيكال يسوي لنا هاي الحاله، يعني التلفزيون ما بيقلع، يموت لنا الفولتيه باور، عفوا الايسي الفيرتيكال، هاي احد الاعطال الشائعه بالتلفزيون. دائما شلون نعرف الخط مال 110 او 115 اللي يروح اللاين؟ نشوفه دائما الدايود، اكبر دايود موجود بالمجموعه، لاحظ ان صغار، فاكبر دايود هنا، لاحظ هذا اكبر دايود موجود. فحبينا ننوه على هاي الاخطاء اللي يصير عندنا دائما بالتصليح، ونتاكد من عندها بصوره صحيحه. وشكرا لكم لحسن الاستماع.